ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا عندي أطفال اثنين عندهم ظرف نمو من الموصار، راجعت مستشفى الأطفال بديالة مستشفى البتول، باقوا بس سوالهم تحاليل نمو، عندهم ضعف بالنمو سوالهم تحاليل نمو، انطوني بعد التحاليل انطوني أوبر مع النمو. من أخذت الأوبر بعد فترة حسيت قامت تأذيهم، صار عندهم وجع بعظامهم، وجع بعظامهم. الدكتور قال هاي راجعته قال عادي، هذه الأبرة تأثر عليهم، هيك ما تأثر بس الوجع بسبب الأبرة الأطفال يتسمى. سوت بعد 4 سنين ما غيرت الأبر، ظليت ما غير عندهم شيء. راجعت دكاترة أكثر من دكتور بديالة وبغداد، قالوا لي ما عندهم نفس الشيء نفس الموضوع، أخذ نفس الأبرة هاي مال النمو. بعد فترة حسيت قامت توجعهم أجسامهم، عندهم لين عظام وهشاشة بالعظام. راجعت المستشفى تبدل الدكتور عندهم، راجعت قالت أشوف عندهم داء الحنطة. طبعا هي أرشدتني لهذا الموضوع، رحت حللت سويت تحليل لهم ماداء الحنطة، طلع عندهم داء الحنطة. قالوا لي ما يفيدهم إلا البهريزة، اترك الإبرة راح تسوي تأذيهم هذه الإبرة مال النمو. راجعت البغداد نفس الشيء، قالوا بس البهريز وما يروح من عندهم داء الحنطة. فديوم من الأيام عندي صاحبي طبعا اسمه سلام، قال سوالي تاكل فيديو ناشر الدكتور أحمد الأرناوطي بجديدة الشاب. فمن الصبح كان بالليل، من الصبح دقيت على الدكتور قال لي جيب لي اياهم بشهر أخليهم يرجعون طبيعيين ويروح من عندهم داء الحنطة. طبعا جيت أخذت العلاج من عنده، بعد شهر مثل ما قال لي الدكتور سويت لهم تحليل، رجعوا يأكلون الخبز وهذا كان ممنوع من عندهم يسوين بهريز، من رجعوا يأكلون حللت لهم طلع عندهم نيجاتيف، بين ما عندهم داء الحنطة. والحمد لله والشكر بفضل الله بفضل الدكتور دكتور أحمد الأرناوطي. طبعا عندي هاي التحاليل، عندي ابني ما جاء وياي عبد الملك، هذا كان عنده درجة 45.9، حللت قبل ما أخذ العلاج. بعد ما أخذت العلاج نزل ورا شهر بعد العلاج 14.4. عندي محمد ابني اللي هو قاعد يمي، صار عنده انحناء العمود الفقري، ضعف هشاشة. هسه من اخذت العلاج الحمد لله رجع طبيعي، حتى العظم رجع المكانة. كان بحساسية الحنطة؟ كان عنده داء حساسية الحنطة هاي الدرجة 36.18. بعد العلاج مع دكتور احمد بعد شهر طلع عنده نيجاتيف 8.2 طبيعي. بعد 3 شهور طبعا بعد التحليل وبدون علاج قال للتأكد سوي له تحليل ثاني، سويت التحليل طلع عنده نيجاتيف 1.0 طبيعي، راح من عنده طبعا هذا العلاج اللي اخذته. عندي كبسولتين قبل الاكل، هذا العلاج كبسولتين قبل الاكل كل وقت 3 اوقات لمده شهر.